ورجعنا لحضراتكم تاني، واخر فقره معانا النهارده فقره الصحافه. الدنيا فيها ايه؟ نتجول في صحف واخبار النهارده، لكن في البدايه اسمحوا لي ارحب بضيفي اللي بيشرفني، الاستاذ نجاح بولس، الكاتب الصحفي والباحث في الاعلام. اهلا بيك. اهلا بيك، منورنا وصباح النور. اشكرك. نبتدي مع حضرتك جولتنا الاخباريه من اليوم السابع، وعلى صفحتها الاولى الخبر بيقول: هكذا غيرت 30 يونيو وجه مصر بالبناء والتنمية. المشروعات الكبرى بالمحافظات: صحارة ترعة سرابيوم وأنفاق قناة السويس، مشروع الأسماك والرمال السوداء في كفر الشيخ، طريق الكباش الفرعوني بالأقصر، مدينة الأثاث وميناء الصيد وفندق اللسان بدمياط، والمثلث الذهبي يربط النيل بالمتوسط والمنطقة اللوجستية بالغربية. دي يعني بعض المشروعات اللي بتكلم فيها اليوم السابع النهاردة. تأكيد النهاردة ذكرى 30 يونيو. كل سنة وحضرتك طيب. سنة وحضرتك طيب وكل المشاهدين طيبين وبخير. بتشوف المشروعات اللي من المفترض افتتاحها خلال الايام من بداية من النهاردة، وان هي تغير الوجه الحضاري المصري او تغير الشكل الاقتصادي او تكون فعالة ويحس بيها المواطن البسيط؟ هو احنا نقدر نقول ان هي المشروعات دي هي ثمرة ثورة 30 يونيو بالتأكيد. احنا برضو يعني اسمح لي ان انا برضو يعني اتكلم شوية عن الثورة النهاردة بمناسبة ان احنا في ذكرى الخامسة. ثورة 30 يونيو برضو احنا مش هنقدر نتكلم عن ثورة 30 يونيو بمعزل عن ثورة 25 يناير. عاوزين نعمل نوع من او نزود التحالف بين الانصار الثورتين. في ناس الفتره اللي عدت كانوا بداوا يعملوا انشقاقات بين ناس اتباع ثوره 25 يناير وناس اتباع ثوره 30 يونيو. احنا مش عاوزين نعمل الفرقه ديت. هي الثوره عموما امتداد ثوره 30 يونيو امتداد لثوره 25 يناير، ودي كانت يعني كان حدث اتكلم عنه العالم كله. انا افتكر في فيلسوف فرنسي وماركسي هو اسمه ألين باديو وصف الثورات العربيه في الوقت ده بانها الشعب على منصه التاريخ. حتى المفكر الكبير السيد ياسين اقتبس الوصف بتاعه في كتاب ألفه عن الثورة، يعني حط فيه مقالاته. الثورة هي الحدث اللي بيعمله الشعب، هو الشعب هو اللي بيكون البطل بتاعه. بس البعض بيشوف ان ثورة 25 يناير ما جاش وراها غير المشاكل وحال البلد تعبان لحد دلوقتي، وثورات الربيع العربي كلها هي كانت ثورات في شنك، وكانت خدعة أجنبية، وكانت يعني شعوب مضحوك عليها، ولازالت الشعوب العربية بتجني فساد. بلاش تجني بقى، يعني تدفع فساد هذه الثورات إلى الآن. لا، احنا دلوقتي بندفع فساد العشرات السنين اللي كانت قبل الثورات دي. الثورات اي ثوره بيبقى بعد منها مشاكل، وبعد منها مشاكل اقتصاديه وسياسيه وازمات، حتى ازمات مجتمعيه كمان وازمات اخلاقيه كتيره نتيجه الانفلات امني وانفلات اخلاقي، انفلات في الحريه كمان. انت دلوقتي الشباب اللي عندهم 20 ل 25 سنه دلوقتي اللي هم في ريعان شبابهم، كان 25 يناير كانوا لسه 12 سنه و13 سنه، يعني الشباب دي نضجت دلوقتي وفي فكرها ذهن الثوره. فطبعا في نوع من التغيير، في تغيير فجائي حصل، ولكن ده مع الوقت هيتصحح. هو نقدر نقول ان ثوره 30 يونيو تصحيح لمسار ثوره 25 يناير، لان طبعا انحرف مسارها سياسيا وانحرف مسارها اقتصاديا. والمشروعات يعني اللي احنا بنقول عليها ديت هي ثمار، لان الاصلاح ما كانش اقتصادي بس سياسي بس في ثوره 30 يونيو، ما عملتش تصحيح لمسار الثوره سياسيا ولكن برضو كان اقتصادي. تمام، يبقى احنا نتكلم عن 30 يونيو لان هي دي اللي احنا كلنا متفقين عليها. 25 يناير بقى مش نتكلم، هي فعل حقيقي 30 يونيو هي احنا اللي متفقين عليها كلنا، يعني كان عليها اجماع من كل مؤسسات الدوله دي واحد. طيب. وكان عليها طبعا اجماع من كل المواطنين. تمام استاذ نجاح. معايا خبر من الاهرام بيقول: الرئيس خطوات سريعه لبناء مستقبل افضل يلبي طموحات الشعب، القوات المسلحه درع الامه وحصنها المنيع وتشارك في التنميه الشامله
الدولة. طبعا الرئيس امبارح كان في زيارة للقوات المسلحة المنطقة الشمالية للقوات المسلحة، وقال خطوات سريعة لبناء مستقبل أفضل يلبي طموحات الشعب. طبعا يمكن أهم كلمة موجودة في هذه خطوات سريعة، لأن الشعب فعلا محتاج خطوات سريعة، لأن احنا بنعاني بقالنا سنين في من عمليات الإصلاح الاقتصادي، ونكون عارفين ان ده هيبني البلد، لكن الناس فعلا تعبانة. هي طبعا المؤسسة العسكرية هي اللي متبنية كل المشروعات القومية بعد 30 يونيو، هي اللي سندت الشعب في ثورته في 30 يونيو وتبنت طموحاته بعد كده. احنا بنشوف كل المشروعات. هي طبعا احنا برضو مش عاوزين نجزم ان القوات المسلحة هي اللي بتقوم بتنفيذ المشروعات بايديها، هي بتشرف عليها وبعد كده في شركات تانية بتاخدها من الباطن، وده عمل يعني اقتصادي بحت. ولكن مما لا شك فيه المؤسسة العسكرية هي أكثر مؤسسة منضبطة، هي أكثر مؤسسة فيها التزام، فيها التزام من ناحية الأفراد والتزام في الخطط، بتقول الخطة وبتنفذها. يمكن العقيدة بتاعتها عشان هي عقيدة عسكرية قائمة على كده، يمكن إمكانياتها برضو لأن هي عملت إمكانيات من زمان طبعا من إيدين أعضائها، فتقدر تقول ان هي انت اي مشروع بتتبناه المؤسسة العسكرية بيتنفذ في الوقت اللي هي بتطرحه او بتعلن عنه، وده شيء كويس وده المهم، بجوار ان في بعض المشروعات العملاقة يعني بيفضل برضو ان يكون في مؤسسة كبيرة واقفة وراها. اديك شفت احنا قبل كده كان في مشاريع كتير ايام مبارك وكده، كان في مشاريع كتيرة وصرفت فلوس كتير وفي الآخر زي توشكا مثلا وفي الآخر يعني فشلت، وللأسف محدش مسؤول عنها أو مفيش حد قدرنا نسأله عنها وعن الفشل. تمام، معي خبر آخر من مصر اليوم. الخبر بيقول قناة السويس تحقق أعلى إيرادات في تاريخها، الإجمالي 5.6 مليار دولار، ومميش الفضل الجديدة وسياسات التسويق ملحوظة. طبعا نحب نقول أن الفريق مهمة مش هو رئيس هيئة قناة السويس، رئيس هيئة عامة المنطقة الاقتصادية للقناة، وملحوظة مهمة جدا. 5.6 مليار دولار دول هم حجم الإنجاز خلال ستة أشهر أعتقد، أو خلال سنة 2017 بتحسب من 30/6 ل 30 أوكي. فالبعض برضو كان بيتكلم بأن ليه قناة جديدة وليه مش عارف إيه، قاعدين النهاردة بقينا بنحقق معدل تقاطر قليل جدا. وعلى فكرة التحقيق ده في ظل كمان أن يعني الاقتصاد في العالم كله قليل وحركة الملاحة قليلة، في تراجع طبعا الاقتصاد العالمي وده أثر على حركة الملاحة الدولية عموما. و يعني هو برضو 5.6 مليار بالنسبة ل 5 مليار السنة اللي عدت، هو بنسبة حوالي 13% زيادة، دي نسبة كويسة. هو طبعا مش بالضرورة انها تكون نسبة مستمرة، يعني مش ممكن ما نلاقيش السنة اللي جاية 13% زيادة تاني، وممكن تكون اكتر ممكن تكون اقل، ولكن هو كون عملنا تحقيق طفرة ونسبة اعلى في فترة زي ما حضرتك قلت كده ان فيها ركود اقتصادي في العالم كله، ده في حد ذاته كويس. وطبعا هو القناة الجديدة اكيد اثرت، يعني بقت قناة السويس دلوقتي بعد القناة الجديدة الاسرع والاقصر طريق، برضو في عندها طاقة استيعابية للسفن العملاقة اكتر من الاول، وما فيش حاجة يعني بتبان نتائجها بعد سنة او سنتين. يعني قناة السويس ايام ما كانت بتتعمل ايام الخديوي اسماعيل كانت الناس بتنتقد الحكومة ومش عايزين، وكانت طامة كبرى للمصريين، دلوقتي المصريين بيجنوا الثمار بتاعتها. معي خبر من الوطن، بعض الأخبار من الصحف العالمية بتقول أوبل برايس مصر تحقق طفرة في إنتاج الغاز وحقل نور يغنيها عن قبرص وإسرائيل، مدبول يشهد اليوم توقيع عقد أكبر مجمع للبتروكيماويات ب 11 مليار دولار في اقتصادية قناة السويس.
دكتور مصطفى مدبول طبعا باشا، توقيع اكبر عقد طبعا مجمع للبتروكيماويات 11 مليار دولار، وحقل نور كمان ناس ما تسمعش عنه لسه كتير. مكتشف جديد لسه يعني تم اكتشافه جديد، وبيقول ان هو هيبقى زي حقل زهر يعني، نتمنى كده. وفي بعض كمان يعني اقوال خارجه من الشركه بتقول ان ربما يكون افضل كمان من حقل زهر. هي عموما موقع اويل برايس ده موقع امريكي تمام، ومتخصص في الطاقه والنفط. تمام. انا اسف انا قلت اوبل برايس، هو اويل برايس. أويل برايس. تمام. هو متخصص في الطاقه والنفط، فاي تقارير بتطلع منه بيبقى دقيقه جدا، وفي الحكومات كمان بتتبناها وبتراعيها. هو حتى تنبا عن قبل اكتشافات الغاز دي، تنبا عنها وقال ان منطقه شرق البحر المتوسط هتكون اكبر منطقه في العالم يعني غزاره للغاز الطبيعي. للغاز الطبيعي، وده فعلا احنا شفناه دلوقتي بعد الاكتشافات في اسرائيل ولبنان وقبرص ومصر، وهو بعد اكتشاف حقل نور اعتقد هيغير بعض التحالفات في المنطقه بين مصر واسرائيل وقبرص، لان احنا كنا متفقين عاملين اتفاقيات لتسييل الغاز وكده على اساس ان احنا ناخد الغاز من اسرائيل وناخده من قبرص بنسيله عندنا وبعدين نرجع. اعتقد بعد حتى هو الموقع بيتنبأ بكده ان هيحدث تغيير في التحالفات الاقتصاديه في المنطقه بعد الاكتشافات الجديده دي. تمام، بنتمنى طبعا يبقى في مزيد من الاكتشافات، ودي خير لمصر. معايا خبر يهم طبعا ناس كتير، وخاصة يعني أبائنا وأمهاتنا اللي بيقبضوا المعاشات. بدء تطبيق زيادة المعاشات غدا ورفع الأدنى ل 750 جنيه والي 9.5 مليون عدد المستحقين، والتكلفة 24.2 مليار جنيه سنويا تتحملها الخزانة، بداية من الراتب بتاع غدا أو المعاش اللي هيتصرف من 1/7 يبتدي فيه زيادة إن شاء الله في المعاشات. هو الزيادة يعني أنا عايز أقول لك، هو الزيادة ما للفرد ما بين حد أدنى 150 جنيه لحد أقصى 625 جنيه. طبعا دي بالنسبة للأسعار، زيادة الأسعار لا تتناسب بأي صلة مع زيادة الأسعار، ولكن أنت لو بصيت للعدد الإجمالي أو حجم الإنفاق على زيادة المعاشات بس هتلاقيها 24.2 مليار جنيه هتتكلفها الحكومة. طبعا هو صاحب المعاش لما هياخد 150 جنيه أو 200 جنيه زيادة ممكن ما يحسش بيها، البلد بتدفع ما يقرب من 25 مليار. تمام. المشكلة عندنا هنا الزيادة السكانية، ان انت البلد مش هتقدر، البلد بتحسبها بالرقم الاجمالي طبعا، المواطن بيحسبها بالرقم اللي هو متحصل عليه. طبعا ما فيش اي مقارنه بين هو طبعا في رفعوا الحد الادنى من 500 جنيه ل 750، ولكن في ظل 9.5 مليون مواطن بيستحقوا معاشات، الزياده مش هتكون يعني كافية في ظل زيادة الأسعار اللي احنا شفناها الفترة اللي عاد. تمام، لكن طبعا هي في حدود يعني الميزانية الدولة، الميزانية ده الزيادات اللي موجودة طبعاً. بحد أدنى 150 جنيه للمعاشات، طبعا تزيد ل 650 جنيه ان شاء الله لكل اهالينا اللي بيقبضوا المعاشات بدايه من شهر 750 سبعة. يعني 750 ده الحد، 750 ده الحد هو الادنى، هو كان 500 حد ادنى بقيت 750. لا انا بتكلم على الزياده على كل معاش تبتدي من 150 ل 625 ل 625، حد بحد اقصى 625. تمام. معايا خبر ايضا يهم الاسر المصريه عن الثانويه العامه اللي احنا خلاص يعني الناس كلها يعني بتقول مش قادرين. يعني الثانويه العامه من مصر اليوم بتقول تعديل ثالث على إجابات الكيمياء، ماراثون الثانوية ينتهي غدا، وإطلاق أسماء شهداء على بعض مدارس القليوبية. الثانوية العامة الماراثون كله ينتهي غدا، في بعض التعديلات على إجابات الكيمياء، وكان في بعض الامتحانات اللي عملت مشاكل للطلاب، لكن الثانوية العامة تنتهي. والسؤال اللي أنا بحب أكرره في مثل هذه الأخبار، متى تنتهي او متى ينتهي هذا حقنة الثانوية العامة؟ الاسر اللي بتعاني، يعني الشباب بس اللي بيمتحنوا، لكن الاسر كمان بتمتحن الحياة وبتعاني. هو احنا عندنا هنا في يعني بعدين،
البعد الاول هو فعلا احنا بنحاول ان احنا نضغط شويه للتخلص من عقده الثانويه العامه واتباع اليات اخرى لدخول الجامعات، ولكن عندنا احنا هنا في مصر لنا طبيعه خاصه، وان هو مكتب التنسيق هو ضمانه للعداله الاجتماعيه في مصر. فانت لو لغيت مكتب التنسيق وتبنيت اليات اخرى لدخول الجامعات يعني هتكسر قواعد العداله الاجتماعيه اللي هو بيضمنها مكتب التنسيق. فهي المشكله شقين، وللاسف ان هو محتاج حد ان هو يحاول يقرب بينهم، يحاول يعني يشيل الضغوط من على الاسر بموضوع الثانويه العامه والعقده والبعبع اللي احنا الاسر بتشوفه، وفي نفس الوقت يحافظ على العدالة الاجتماعية أو مكتب التنسيق بوضعه الحالي. تمام. في نقطة تانية كنت عاوز أتكلم عليها بموضوع أسماء الشهداء، إطلاق أسماء الشهداء على المدارس. يعني ده أمر يعني أنا عن نفسي بفضل ربط أسماء الشهداء بالمدارس، لربط نوع طبعا تكريم الشهداء من جهة، ومن جهة تانية ربط التعليم، قيم التعليم والتعلم بقيم الوطنية والمواطنة والانتماء. ده في حد ذاته بيدي للأطفال والتلاميذ بيدوهم قيم جديدة، لما يلاقوا اسم مدرسة على اسم شهيد وكده بيزرع جواهم قيم جديدة للوطنية والانتماء. نتمنى بس يعني برضو ملحوظة صغيرة، ان لما بيتكتب اسم شهيد على مدرسة ياريت يبقى فيه داخل المدرسة زي جدار او حاجة مكتوب مين الشهيد وليه استشهد وفين وازاي، لان انا طلبة كتير بلاقيهم اقول له مدرستي، يقول لي الشهيد فلان، اقول له تعرفه؟ يقول لي لا انا هي اسم مدرسه كده. اقول له انت تعرف الراجل ده يعني مين؟ يقول لي لا معرفش. واحنا الجيل بتاعنا احنا دلوقتي بنمشي في شوارع وفي مدارس ومؤسسات باسماء شهداء برضو، ولكن احنا برضو ما نعرفش الناس دي، يمكن في جيل قبلنا وما نعرفش عنهم اي حاجه، لان برضو بسبب غياب الاعلام حتى ولو محلي عن الاسم الشهيد. بشكر حضرتك جدا لتحليلك القيم لاخبارنا النهارده استاذ نجاح بولس، الكاتب الصحفي والباحث في الاعلام. بشكرك جدا. اشكرك الف شكر. وبشكركم مشاهدينا على متابعتكم لينا في حلقتنا النهارده من صباح النور، ان شاء الله يوم الاثنين وفريق عمل جديد. اشوفكم على خير، صباح النور.